صورة للعاهل السعودي الملك سلمان مع طفلة قبلت رأسه أثناء تدشينه مشاريع في الجبيل السعودية الأسبوع الماضي ما زالت تثير اهتماما على مواقع التواصل. من هي الطفلة ريمان الأنصاري وكواليس لقائها بالعاهل السعودي؟ هذا ما سنتعرف عليه من الطفلة نفسها. ونرحب بالطفلة ريمان الأنصاري التي تنضم إلينا من الدمام السعودية. أهلا فيك معنا يا ريمان، وإذا تبتدي وتحكي لنا مين اختارك للقاء الملك سلمان؟ اختارتني أستاذة فوزية طوالة، اللجنة المنظمة للحفل قالوا للأستاذة فوزية، وأستاذة فوزية كلمت أمي وأمي وافقت وأبوي وافق. طب أنت كم عمرك يا ريمان؟ 10 سنوات. يعني أنت طالبة شاطرة في المدرسة؟ إيه. عشان كده اختاروكي يعني؟ إيه. كان عندي مشاركات، ومنها مشاركة يوم الاحتفال باللغة العربية على مستوى المنطقة الشرقية بنادي الحي، ويوم الحفل الوطني بنادي الحي، ويوم في مسابقة السودان للخطابة على في المدرسة وفي نادي الحي. ما شاء الله عليك، يعني انت اصلا نشيطة دائما في الفعاليات. طيب كيف كانت التدريبات للحفل اللي التقيتي فيه الملك؟ دربوني كذا مرة وضبطت الدور وخلوني أقدم بشكل مستمر. طيب حلو، لما جاء يوم الحفل والتقيت الملك، وصفي لنا كيف كان اللقاء؟ أول شيء كنت ورا خلف أبواب، بعدين انفتح الباب كذا حسيت بشعور لا يوصف، تمنيت شعور لا يوصف كأنه حلم. لم أتوقع يوم من الأيام سأستقبل بابا سلمان. طيب الله يحميك يا ريمان. طيب احكي لنا لما التقيت الملك إيش قال لك؟ قال حق الطفل إيش اسمك؟ قال محمد عبيد الشايع الشمري. بعدين قال له إيش اسم هذه البنت؟ قال ريمان. بعدين جاء عندي الملك قال إيش اسمك؟ قلت له ريمان بنت عبد الله الأنصاري. بعدين جاء قال للولد تقرب لك؟ قال لا. قال خطيبتك؟ لا. كان يمازح بابا سلمان. طيب وانت ايش بعدين قلت له كلمة بخاطري، وقلت له نفداك بابا سلمان والوطن برواحنا. يا سلام. طيب وبعدين خلاص انتهى اللقاء كده؟ ايه. انت كنت حابة تقولي له كمان شيء اضافي صحيح؟ اي كنت تمنيت اقول له قصيدة بس ما ساعدني الوقت، وقلت له بخاطري الكلمة. طب قولي لنا شوية من هذه القصيدة اللي كان نفسك تقوليها. إن شاء الله. وطني لحبك في العظام دبيب، وبك الأحبة والزمان يطيب، وقلوبنا بك لن تفارق نبضها، وحنينها أبدا إليك عجيب. في مهبط الوحي الهوى لا ينتهي، حب الحجاز بأضلعي مكتوب، وحديث أحبابي بنجد ملهم، وصباك يا نجد إلي حبيب، والساحل الشرقي يسري في دمي، عشقا يكاد القلب منه يذوب، وعسير في لغتي صبا وصبابة، ومليحة عربية الرعبوب. يا موطني في كل شبر قصة، تحكي هواك فلست عنك أتوب. جميل يا ريمان. أتعبت جميل حبيبتي، بس مضطرة أقطعك لأنه الوقت، أنا لو علي تفضلي تتكلمي معايا لآخر الحلقة. بدي أشكرك على وجودك معايا، وطبعا الله يحميكي، وشكرا على مشاركتك وعلى مشاركتنا الكواليس لقائك مع العاهل السعودي الملك سلمان. بنشكرك، كانت معنا ريمان الأنصاري من الدمام السعودية.